يعطيك العافية. شباب في مجال نقدم اللي قاعدين وراه؟ فيش مجال، فيش داعي تقعد ورا يعني، في عادي تقدر تشوف على هاي، على هاي السكرين. ففيش داعي نقعد وراء إذا في مجال نقعد قدام. طيب يعطيكم العافية. راح نبلش بالمحاضرة الأولى. إحنا مش راح نلتزم بالمواضيع المكتوبين بالجدول، بس بالأخير يعني أنا راح أعطيكم 6 محاضرات، 3 محاضرات اليوم أو 3 مواضيع اليوم وثلاث مواضيع الأسبوع القادم أو يعني next time ما أعرفش متى. اليوم راح نأخذ الـ congenital abnormality مع الـ الامبريولوجي اوف ذا يورينري تراكت. هذول موضوعين بس بمحاضره واحده. وراح اعطيكم البلادر كانسر. هو بالمواضيع مكتوب بالباث فيسيولوجي اوف بلادر، بس انا ما بحب افصل المواضيع. الباث فيسيولوجي اوف بلادر لازم تكون مرتبطه مع الانكونتيننس، فبديش انا افصل موضوع الانكونتيننس تبع الباث فيسيولوجي، فخليتهم مع بعض للمره الجاي. فاليوم راح نعطيكم الكونجنتال ابنورماليتي مع الامبريولوجي اوف ذا يورينري تراكت، وراح نعطيكم كمان عن البلادر كانسر. اوكي نبلش ولا في حد لسه بده يجي؟ كم عددكم لازم يكون؟ 180 170 130. اوكي طيب خلينا نبلش، واللي بده يجي بالحقنا يعني. نبلش موضوع البلادر كانسر. يعني انتم هذا ثاني اسبوع لكم صح؟ لسه ثاني اسبوع. يعني ما شفتوش بجوز حالات كثير يورولوجي، بس البلادر كانسر هي من المواضيع الكومون اللي ممكن تشوفوها بالمستشفيات او يعني عند قرايبكم، او ممكن تنسالوا عنها باي مكان. البلادر كانسر we have 3 types of bladder cancer. أول شيء إحنا عشان نعرف the most common type of bladder cancer لازم نعرف إنه الكيدني، the cortex of the kidney lined by columnar cell. فإذا بيصير فيها كانسر، the most common راح يكون هو adenocarcinoma. The prostate lined by columnar cell كمان. ف most common cancer راح يصير فيها هو adenocarcinoma. The renal pelvis والureter والبلادر هم ترانزيشنال سيل، او بسموها ترانزيشنال سيل اللي هي خلايا ترانزيشن يعني منتقله. فاذا بيصير فيها كانسر، موست كومن كانسر راح يكون هو ترانزيشنال سيل كارسينوما. فموست كومن سب تايب اوف بلادر كانسر هي ترانزيشنال سيل كارسينوما، لانه اللايننج اوف بلادر هي ترانزيشنال سيل. في other cell types of bladder cancer yes، وفي عنا adenocarcinoma وفي عنا squamous cell carcinoma. ليش they are not common؟ because the most أو مش the most يعني lining cell of the bladder هي transitional cell. فإذا بيصير فيها كانسر راح يكون transitional cell carcinoma. إذا صار فيها mutation وتغيرت من transitional cell صارت columnar cell، راح يصير في عنا adenocarcinoma. إذا تغيرت وصار فيها mutation من transitional cell للsquamous cell، راح يصير في عنا squamous cell carcinoma. بدنا نعرف انه الموست كومون او موست امبورتنت ريسك فاكتور للبلادر كانسر ان جنرال هي السموكينج. بالهيستوري اذا كان في عندنا يعني مريض جاينا بسسبشس اوف بلادر كانسر، وي هاف تو اسك اباوت سموكينج بالهيستوري اوف بريست النس. السموكينج ات ويل انكريز ذا ريسك اوف بلادر كانسر بكل التايبس، سواء كانت ترانزيشنال سيل او ادينو كارسينوما او سكوامس سيل كارسينوما. في عندنا سبيسيفيك ريسك فاكتورز بتزيد الادينو كارسينوما، وفي عندنا سبيسيفيك ريسك فاكتورز ممكن تزيد عندنا السكوامس سيل كارسينوما. بس خليني احكي لكم اذر ريسك فاكتور للترانزيشنال سيل غير السموكينج، ممكن الانكيوبيشن. صار في عندنا اكسبوجر ل الكيميكالز اللي بيشتغلوا بينترز، اللي بيشتغلوا بمحطات البنزين كمان، they are exposed more to bladder cancer. عشان هيك بالهيستوري بريست انس كمان او بالبروفايل لازم وي هاف تو اسك اباوت ذا انكيوبيشن.
طب شو في ريسك فاكتور للسكواماس سيل كارسينوما؟ يعني ايش هي الفاكتورز او الريسك فاكتورز ذات كان انكريز ذا ريسك اوف سكواماس سيل كارسينوما عن طريق الترانزيشن او ترانسفورميشن من ترانزيشن سيل لسكواماس سيل؟ شو بتعرفي؟ اوكي، ميتاستاتيك كانسر، اذا كان في اورجان لايند باي سكواماس سيل وعمل ميتس لاذر اورجان اكيد راح يعطيه سكواماس سيل. فميتاستاسيس فروم اورجان ذات از لايند باي سكواماس سيل. شو كمان في ريسك فاكتورز؟ تفضل. اوكي، ريكيرنت يورينري تراكت انفيكشن. ريكيرنت يورينري تراكت انفيكشن والبلادر ستون بيعملوا اريتيشن للترانزيشنال سيل وبيعملوا على الترانسفورميشن اوف ترانزيشنال سيل للسكواماس سيل. مشان هيك اتش بي ال ما بتزيدها، هي اكثر ما انها السجستوسومياسيس اللي بتزيد. بلادر ستوما ادينو كارسينوما، خلينا نحكي لكم اياهم عشان اجمعهم مشان تكونوا انتم مركزين. سكواماس سيل كارسينوما الريسك فاكتور ذات انكريز ريسك ذا ريسك اوف سكواماس سيل كارسينوما سبيسيفيكلي اذا كان ميتاستاسيس فروم اورجان لايند باي سكواماس سيل. واحد، اثنين، اذا كان في ريكيرنت يو تي اي. مشان هيك بالفيميل سكواماس سيل نلاقيها اكثر من الميل، ليش؟ لانه الريكيرنت يو تي اي اكثر بالفيميل. ف سجستوسومياسيس او بالهرسياسيس. مشان هيك بالهيستوري بريست انس إذا if you suspect bladder cancer you have to ask about travel history. Travel history is important. أو إذا كان bladder stone، لأن bladder stone تعمل irritation على the transitional cell وبتعمل mutation من the transitional cell لل squamous cell، فبزيد risk of squamous cell carcinoma. طب شو ال specific risk factor that increase risk of adenocarcinoma؟ أول شيء metastasis كمان زي بروستات كانسر، موست كومن بروستات كانسر هي ادينو كارسينوما، فاذا صار فيها ميتس للبلادر راح تعطينا ادينو كارسينوما. او كولون كانسر، كولون كانسر نفس الشيء، موست كومن از ادينو كارسينوما، اذا بدي اعمل ميتس راح يعمل لنا ايش؟ ادينو كارسينوما. اذا ميتاستاسيز فروم اورجان ذات از لايند باي كولومنال سيل. شو كمان في ريسك فاكتور اللي هي بيتنت يوريكس؟ جزء أخذته بالإمبريولوجي الفيتولو انتستينال داكت والبيتنت يوريكس. البيتنت يوريكس أصل البيبي during the pregnancy بكون في channel connect the bladder to the umbilicus، هاي بسموها يوريكس. هاي channel usually it will close after delivery، بتسكر. يعني إذا ظلت بيتنت ممكن يجيك المريض ب امبلايكال ديسشارج، بحكي لك انه انا بحس انه في سوائل بتطلع من الامبلايكس، باد سميل، هي يورين، هي اكشوالي يورين. او ممكن تكون كونكتد تو ذا باول، فبيجي بحكي لك انا بحس في لايك ستول ماتيريال بتطلع من الامبلايكس، لانه بتكون في الكانل هاي از نوت اوبليتريتد وستيل بيتنت. فالبيتنت يوريكاس، اليوريكاس از لايند باي كولومنار سيل، فإذا بصير فيها كانسر راح يكون أدينو كارسينوما. ويوجوالي it will be on the dome of bladder، على الجزء العلوي للمثانة اللي هي dome of the bladder. So metastasis from organ that is lined by columnar cell، patent uricus. ممكن كمان إذا عملنا أو عمل المريض هو صغير augmentation cystoblasty. بعض البيدياتريك بيشنتس ممكن يجينا بنيوروجينيك بلادر، رح نحكي عنها ان شاء الله محاضره الباثوفيسيولوجي. بيجينا بنيوروجينيك بلادر لما نعمل له انفستيجيشن، او بيجي الاهل بيحكوا لك دكتور بضل مثلا يروح على الحمام كثير، او ما بثبت البول، او في عنده انكونتيننس سلس بول. لما تعمل له انفستيجيشن بتلاقي عنده سمول بلادر، المثانه تبعته صغيره. فاحنا بنعمل شيء اسمه اوجمنتيشن سيستوبلاستي. اوجمنتيشن سيستوبلاستي زي رقعه، عملية تجميلية رقعة، نأخذ بارت من البول، نأخذ جزء من الأمعاء ونعملها زي كأنها بارت من البلدر، يعني نأخذ جزء من الأمعاء ونرجع البلدر فيها، نعملها زي كأنها بارت أوف ذا بلدر ونخيطها مع المثانة مشان تصير المثانة كبيرة. المثانة البلدر لايند باي ترانزيشنال سيل، بس اللي إحنا أخذناه من البول لايند باي إيش؟ كولومنر. فبيصير فيه كانسر ان ذا فيوتشر رح يكون ادينو كارسينوما. فالاوجمنتيشن سيستوبلاستي ات ويل انكريز ريسك اوف ادينو كارسينوما.
Okay. زي ما حكينا most important risk factor is smoking. Specific risk factor للأدينوكارسينوما حكيناها و specific risk factor للcommon cell carcinoma حكيناهم. شو الـ presentation للـ bladder cancer؟ Most common presentation للـ bladder cancer هي الهيماتوريا. Yes, painless. Most common presentation bladder cancer هي هيماتوريا. يعني بيجيك المريض بيحكي لك في عندي دم بالبول. هيماتوريا يعني دم بالبول. هيماتوريا is alarming symptom بالنسبة لنا كيورولوجيست. Alarming symptom يعني you have to take it seriously. مش لما يجي يحكي لك المريض عندي ديسيوريا مثلا حرقة بالبول أو عندي مثلا وجع أو عندي حرارة. طيب ممكن تدل على infection بس. هيماتوريا it can be caused by infection بس it can be caused by cancer. So hematuria is the most common presentation of bladder cancer. في إلها typical presentation الهيماتوريا بتكون painless usually. ما بتكون painful. بيجي بحكي لك المريض إنه أنا يعني بنزل معي الدم بالبول بس بدون وجع. Painless. Usually intermittent. إيش يعني intermittent؟ بحكي لك المريض إنه أنا مرة بنزل دم مرة بصفى البول. يعني is not continuous. Not all the time في عنا hematuria. والكاركترستيك الثالثة gross. gross يعني بشوفها بعينه. في عنا two types of hematuria. في microscopic. في macroscopic أو gross. الماكروسكوبيك أو الجروس المريض بشوفها بعينه. يعني بيجي بيحكي لك أنا شفت لما رحت على الحمام في دم بالبول. وفي مريض ثاني مايكروسكوبيك بيحكي لك والله يا دكتور أنا رحت عملت فحص وحكوا لي في دم بالبول بالفحص بس أنا ما بشوفه. هاي مايكروسكوبيك. فالمايكرو غير عن الماكرو أو غير عن الجروس. So typical presentation of bladder cancer is hematuria which is painless, intermittent and gross. هذا لا يعني طبعا احنا بالكلينيكال هسه انتم بالكلينيكال راح تشوفوا هذا لا يعني انه والله لازم يجيك المريض مقشر لازم يكون الهيماتوريا جروس وبينلس وانترميتنت عشان تكون بلادر كانسر غير هيك انا معناها انسى الموضوع لا ممكن يجيك المريض مايكروسكوبيك هيماتوريا وبينفول ويطلع عنده كانسر بس احنا بنحكي موست لايكلي اذا كانت الهيماتوريا بينلس وانترميتنت وجروس معناها موست لايكلي المريض عنده more risk انك تلاقي عنده بلادر كانسر بس اذا في هيماتوريا ومايكروسكوبيك وبينفول وكونتينيوس ممكن يكون في كانسر عشان هيك بالهيستوري ما حد يجي يحكي لي والله يا دكتور عنده هيماتوريا بس انا ماش فكرت بلادر كانسر انها بينفول مش صحيح فاحنا مش بالكلينيكال مش فيش شيء اسمه ابيض 100% او اسود 100% اوكي مرات في حالات تيبيكال بس مرات في حالات they are not typical abnormal او unusual presentation بتكون طبعا اذا كان في جروس هيماتوريا اذا في جروس هيماتوريا 50% if you are doing investigation للبيشنت 50% you will find a cause يعني 50% ممكن تلاقي عنده سبب منها كانسر ممكن يكون يو تي اي ممكن يكون ستون و30% من المرضى اللي عندهم مايكروسكوبيك هيماتوريا you will find a cause والعكس كمان تخيل يعني انت مريض عندك جروس هيماتوريا ممكن تعمل له سي تي وسيستوسكوبي 50% تلاقيش عنده شيء. ممكن يكون ايديوباثيك صح؟ في شيء بالطب اسمه ايديوباثيك. ايديوباثيك يعني اذا انت مثلا سالك قرابتك والله شو سبب او اذا سالك دكتور مثلا بالامتحان شو سبب مثلا الكانسر احكي له ايديوباثيك صح؟ ما حد بيقدر يحكي لك لا. ايديوباثيك هو عجز للطب انت مش ملاقي سبب. ف 50% من المرضى اللي عندهم جروس هيماتوريا يو ويل نوت فايند ا كوز. و70% من المرضى اللي عندهم مايكروسكوبيك هيماتوريا you will not find a cause كمان هذا مش دليل انك انت مش كويس بس لا if you find a cancer انت you can save the patient بدل ما يروح المريض لميتاستاسيز و advanced disease you can treat him at an early stage في other symptoms نعم ممكن يجينا بلادر كانسر بي يو تي اي في مرضى بيجونا بريكرنت انفكشن بتعمل لهم انفستيجيشن تلاقي عندهم كانسر ممكن تلاقي عنده frequency بحكي لك المريض انا بروح على الحمام كثير بتعمل له انفستيجيشن بتلاقي عنده بلادر كانسر ليش؟ لانه البلادر كانسر بتاخذ حيز من المثانه فالمريض ببطل يخزن يورين كويس بصير الكباسيتي في بلادر ريديوست بصير كل ما يعبي شوي وله رايح على الحمام كل ما يعبي شوي وله رايح على الحمام ممكن يجيك بفريكونسي فالبلادر كانسر يعني it can present with any presentation بس الموست كومون هو الهيماتوريا
زي ما حكينا الهيماتوريا is an alarming symptom بالنسبة لنا, so you have to take it seriously. فأي مريض with hematuria we have to do full investigation أو three types of investigation. يعني أي مريض عنده hematuria لازم تعمل له هاي الثلاث شغلات. إذا طلعوا normal ساعتها you can reassure the patient. flexible أو cystoscopy خلينا نحكي اللي هو تنظير المثانة, و CT urogram اللي هي صورة طبقية لل urinary tract اللي هي الكدني والureters والبلادر, واليورين سايتولوجي. لازم we have to do three things قبل ما تعطي المريض إنه أمورك كويسة. If you miss one of them you can miss the diagnosis. نيجي واحد واحد. السيستوسكوبي هي تنظير المثانة, منفوت عن طريق اليوريثرا through the bladder. We can shake the bladder, منشيك على المثانة بالسيستوسكوبي بالكاميرا. يعني cystoscopy we have two types, فيه rigid cystoscopy فيه flexible cystoscopy. rigid cystoscopy يعني خليها cystoscopy آخر شيء نروح أحكي لكم عنها بالسلايدات النكس سلايدز. هنروح للCT urogram. CT urogram هي صورة طبقية مع مادة ملونة. CT هي صورة طبقية وهي one of the best image اللي راح تسمعوا عنها to diagnose any disease. CT هي صورة مقطعية بالعربي أو صورة طبقية بيحكوها, تختلف عن صورة الرنين اللي MRI. CT urogram here we have two types of CT. It can be done without contrast, بدون مادة ملونة, فوت المريض بصور لك اياه وخلص. أو it can be done with contrast, اللي هي CT urogram with IV contrast. CT urogram without contrast it is the best diagnosis for stone. يعني إذا بدك تشخص مريض stone تعمله CT without contrast. ليش؟ لأنه الستون لونها أبيض والكونتراست لونها أبيض. إذا بتعطي أنت contrast you can miss the stone. The CT scan without contrast is the best diagnosis for a stone. With CT with contrast is the best diagnosis for a cancer. ليش؟ لأنه one of the characteristic of cancer إيش هي؟ New vascularization بالضبط. مثل ما تعطي contrast بالintravenous إذا التيومر أو الماس اللي أنت شاك فيها أخذت contrast معناها فيها blood vessel. يعني أخذت blood vessel من الفينوس. intravenous contrast. إذا ما أخذت contrast معناها ما فيها new vascularization. This is not a cancer. So CT urogram it is a CT done with contrast to detect the cancer and new vascularization. بتشوف الكدني واليوريترز والبلادر والبروستات. السيتولوجي هو عبارة عن عينة يورين نخلي المريض يحطها ونشوف إذا فيها malignant cell. يعني under microscope ندرسها, مش urine analysis. في فرق ما بين urine analysis و urine culture و urine cytology. cytology بس بتطلع على the presence of malignant cell. urine analysis بتطلع على the white blood cell وال RBC وال pH of the urine وال protein وال sugar وإذا في infection أو بكتيريا أو في إذا في fungus ولا لا. السيستوسكوبي هو تنظير المثانة. سكوبي منظار, سيست مثانة, سيست اختصار مثانة. سيستايتس لما نحكي سيستايتس التهاب المثانة. اوكي سيست مثانة. اي تي اي اس انفلاميشن صح. سيستوسكوبي سكوبي منظار سيست مثانة. فسيستوسكوبي هو تنظير المثانة. جزء واحد يسأل طب واحنا عملنا سي تي with contrast why we have to do cystoscopy. لانه sometimes small lesion موجود جوا المثانة ممكن ما تبين معك بالسي تي بس بتشوفها شوف. زي ما احكي لك انه والله شوف لنا مثلا عن طريق الشباك على بعد 100 متر شخص معين بتشوفه بس ممكن ما تكون الصوره واضحه. بس لما احكي لك اطلع والله شوفه والمسه بتشوفه بشكل اوضح. نفس الشيء السيستوسكوب انت يو ار ان دايركت كونتاكت وذ ذا بلادر. بينما السي تي يورجرام ات كان مس سمول ليجن. الفليكسبل سيستوسكوبي هو منظار مرن والريجيد سيستوسكوبي هو ريجيد حديد. الفليكسبل سيستوسكوبي is more comfortable to the patient. It can be done under local anesthesia. No need to put the patient in lithotomy position. يعني نرفع جريه. Can be done under supine position. مش lithotomy, نعم supine. You can do it in supine position, flexible. الريجيد لا. الريجيد is painful. يعني it has to be done under general anesthesia. ما بتحمله المريض. الفليكسبل under local.
لأنه it's more comfortable للمريض. الرجد you have to put the patient in lithotomy position لأنه عشان to manipulate the urethral curvature. بينما الفليكسبل هو فليكسبل، التب تبعته فليكسبل، يعني you can manipulate the urethral curvature بالجهاز نفسه. بينما الرجد تقدرش لأنه straight. فالفليكسبل you can do it under supine position. الفليكسبل الفيجن تبعته أسوأ من الرجد، الرجد أحسن، يعني كجراح الرجد أريح لك لأنه أكبر. الفليكسبل شوي الفيجن تبعته أضيق. فهي الديفرنس بين فليكسبل اند ريجيد. طيب شوف كيف ببين عنا البلادر كانسر اون سيستوسكوبي. هاي صورة يعني انسايد البلادر عن طريق المنظار لمريض، عملنا له سيستوسكوبي بين في عنده بلادر ليجن. شايفين بلادر ليجن هاي ولا الفاره مش شغاله؟ شايفينها واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. اوكي هاي ترانزيشنال سيل كارسينوما. يوجوالي ات ابييرز لايك كاولفلاور ابييرنس، يعني زي الزهره تيبيكال. هاي احنا نطلع حتى بعد قبل ما احنا الكانسر من شخصه باي ايش؟ باي هيستوباثولوجي، يعني لازم اشيلها ووديها للهيستوباثولوجي وبعدين يجي يحكوا لي هذا كانسر. بس هاي الصوره او البيكتشر از تيبيكال، يعني انا ما اشوفها بالمنظار اوكي بشيل وببعث هيستوباثولوجي، بس اول ما اطلع بحكي للاهل انه هذا كانسر لانه انا متاكد من الشكل تبعه. كيف بتبين بالالترا ساوند؟ هاي الترا ساوند، هاي بلادر، هاي البلادر، وهذا هو الكانسر الموجود جوا البلادر. ف it can be diagnosed by bladder by ultrasound yes. بس best diagnosis is CT scan with contrast، يعني اذا انت بدك 100% تحلف عليها. ليش؟ لانه اذا شفت انت المنظر هذا بالالترا ساوند في differential diagnosis. شو ممكن يكون differential diagnosis؟ ممكن يكون كانسر صح، ممكن يكون ستون، ممكن يكون كلوت، كتله دمويه موجوده. فاحنا مرات بنميز بيناتهم اذا يعني مرات بنشتغل مستشفيات بريفري، فانت مرات مش افيلبل عندك السي تي. فمثلا اذا ستون او كلوت شو بنحكي للمريض؟ اقلب دورينج الترا ساوند، اقلب. إذا تحركت معناها ما في إلها ستوك، it's not attached to the bladder، كانسر إذا ما تحركت، آسف. إذا تحركت معناها ستون أو كلوت. sometimes يعني you have to do some manipulation لأنه مرات بتكونش available عندك ال CT scan أو مثلا ال best modality of investigation. أوكي زي ما أنت مرات بكون بالامتحان قدامك بجوز يكون ال ترتيبه 20 على الدفعة، بس انت مضطر تغش منه وتحاول انك تاخذ الحل تبعه وتتذكر شويه معلومات من عندك وتظبطها، غير ما يكون قدامك الاول على الدفعه. الاول على الدفعه خلاص اللي بكتبه جاهز تنقله نقل. فالسي تي سكان اللي بعطيك اياه خلاص 100%، الالترا ساوند لا مش 100%. حتى sometimes we have to do doppler ultrasound. doppler يعني بنشوف فيها فاسكولارتي ولا لا. إذا فيها فاسكولارتي this is a cancer. شوفوا هاي الصورة اسمها IVU intravenous urogram. ليش؟ لأنه نعطي المريض intravenous contrast، أو في كتب ثانية بتلاقوها IVP intravenous pyelogram. نعطي contrast ونصور المريض serial image ونشوف إذا في any filling defect. شوفوا بالبلادر هون تحت في منطقة المثانة مش كلياتها بيضة، الأصل تكون المثانة عداير ما يدور بيضة لونها، يعني ماخذ الكونتراست كاملة. بس إذا جواتها في إشي راح يعمل زي فيلينج ديفكت. فيلينج ديفكت يعني بتلاقي أسود، يعني محتل حيز من المثانة. أوكي طبعا هاي الصور مش هاي الصور نفسها، بس هيك ممكن يجيكوا بالأوسكي أو بالسكيو. شوفوا كمان هون في فيلينج ديفكت باليورينري بلادر على عند السهم، شايفينها لونها اسود. هاي ممكن تكون ستون يس، ممكن تكون ستون او ممكن تكون كلوت او انفكشن، ممكن غاز، ممكن يكون كانسر يس كان بي كانسر. فمشان هيك الاي في يو از نوت اولسو دايجنوستيك، بس سم هوسبيتالز ما فيش عندهم غير اي في يو. فانت بدك تحاول انك يعني تو دو سم مانيبيوليشن، انك تحرك المريض تعيد الصوره هو برون او سوباين وتشوف اذا تحركت ولا لا.
هاي سيتي سكان. شوف السيتي سكان بتبين لك الأورجان بشكل واضح. شوف الكانسر على اللاترال وول اوف ذا بلادر مبين صح، واتاش تو ذا بلادر مبين انه اتاش. شوفوا هاي وذ كونتراست، هاي وذ اوت كونتراست، هاي وذ كونتراست. شوفوا كيف الكانسر محتل حيز من المثانة على الليفت سايد، لانه المريض يوجوالي ان سوباين بوزيشن بكون. شايفينه؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ واضح صح؟ طيب نيجي لاخر موضوع او اخر موضوعين. يعني انتم طلاب سنه رابعه، مطلوب منكم اهم شيء الهيستوري والاكزامينيشن، بعدين الانفستيجيشن والتريتمنت. بس مش مطلوب، لا مطلوب التريتمنت والانفستيجيشن والجريدنج مطلوب، بس يعني اهم شيء الهيستوري والاكزامينيشن. اهم شيء تعرفوا البرزنتيشن تبع المرض، الديفرنشال دايجنوستس، تعرفوا تاخذوا هيستوري، فيزيكال اكزام. هذا هو المطلوب، يعني هذا هو البيسك اللي لازم احنا يكون هدفنا بسنه رابعه. بس هذا لا يعني انه والله انا ادرس مثلا بلادر كانسر خلاص ادرس الهيستوري برزنتيشن وانسى. لا مش مطلوب منا تريتمنت، هذا بس بطلبوها للشاطرين، بطلبوهاش منا. وكيف بدك تعرف المرض؟ بدك تعرف المرض از وان بيس، يعني البرزنتيشن والدايجنوستس والانفستيجيشن والتريتمنت. فاذا انت ما اخذ هيستوري تبعك كويس والفيزيكال اكزام كويس، اكيد الانفستيجيشن تبعتك كويسه راح تكون، او تطلب دايركتد انفستيجيشن سبيسيفيك انفستيجيشن، مش كل شيء بتطلب للمريض سي بي سي وكيف تو ليفت يورين اناليسز. زي ما نسال الطلاب خاصه رابعه بالامتحان بكون ماخذ هيستوري كويس ما شاء الله عليه، طب شو بتطلب انفستيجيشن سي بي سي وكيف تو يورين اناليسز يورين كلتشر وليفر فانكشن تيست وبي تي وبي تي تي واي ان ار. بالاخير انت بتحكي له خلص يعني هدي شوي، انت طلبت كل شيء للمريض. فلازم يكون الانفستيجيشن تبعك بيعتمد على الهيستوري او يور دايجنوستس. فالستيجنج والجريدنج اي كانسر، اي كانسر يعني انا بحكي لكم اذا سالوك بالامتحان بالاوسكي وات از ذا تريتمنت اوف ذس كانسر، احكي اكوردنج تو ستيج اند جريد. كيف بدك تعالج الكانسر اذا انت مش عارف لوين واصل؟ سوبرفيشال كانسر، لوكلايزد كانسر غير عن المسل انفيزيف كانسر. المسل انفيزيف كانسر غير عن الميتاستاتيك كانسر. فإذا أنت مش عارف شو الستيج والجريد يعني بتقدرش تتعامل مع الكانسر صح؟ فالستيج والجريد أني كانسر you have to do staging and grading. staging في عنا إشي اسمه T and M staging بالجراحة، هذا خلص يعني بدكم تحفظوه. T tumor size يعني قديش التيومر حجمه. N lymph node إذا في lymph node positive ولا لا. M إذا في metastasis ولا ما فيش metastasis. هذا اسمه تي ان ام جريدنج، تي ان ام ستيجنج. الستيجنج از جروس يعني شيء انت بتشوفه بعينك او باي يور فيزيكال اكزام او باي يور سكان. يعني تعمل مريض سيتي سكان بتلاقي الكانسر منتشر، هذا ام 1 ميتس. بتلاقي عنده ليمف نود، هذا ان 2 او ان 1 او ان 3 حسب السايز اوف ليمف نود. بتلاقي عنده الكانسر واصل للمسل، هذا مثلا T. اوكي فالتي ان ام ستيجنج از جروس، يو كان سي ات باي يور ايز، ات ريفلكتس ذا اكستنشن اوف ذا كانسر، قديش الورم واصل، قديش منتشر. ات ديبندز اون ذا اكستنشن اوف ذا كانسر. الجريد از مايكروسكوبيك ثينج، ما بتقدر تشوفها بعينك. الجريد ات ريفلكتس ذا اتيتيود اوف ذا كانسر، هاو اجريسيف اوف ذا كانسر. يعني ممكن يكون المريض عنده ستيج لوكالايزد كانسر بس فيري اجريسيف كانسر. يعني ها ايش معناها؟ يعني هذا استنى عليه اسبوعين بينتشر. ففي فرق كبير ما بين ستيج والجريد. ستيج وات از ذا اكستنشن اوف ذا كانسر، الجريد هاو اجريسيف اوف ذا كانسر. اوكي يعني ممكن تلاقي عندنا مريض عنده لوكالايزد كانسر بس الجريد فيري هاي، هذا ما بتقدر تعامله زي مريض عنده لوكالايزد كانسر والجريد عنده very low. فالجريدنج از هيستوباثولوجيكال، ما بتقدر تعرفه الا بالهيستوباثولوجي، ما بتقدر تشوفه بعينك ولا بالسيتي سكان ولا بالفيزيكال اكزامينيشن. ات ديبندز اون ذا هيستوباثولوجي، على البايوبسي. مشان هيك احنا بنعطيهم ويل ديفرنشيتد، يعني very close to the normal cell بيكون الكانسر، وهذا على الاغلب very good يعني الاتيتيود تبعته بيطول لحد ما ينتشر. او moderately differentiated يعني نص نص، نص الخلايا قريبة من النورمال سيل، نص الخلايا صارت ميوتيتد
صارت completely absent. وهذا يعني ممكن ينتشر ويصير aggressive بسرعة. أو poorly differentiated ولا إله علاقة بالnormal cell. متغير كامل ما أخذ صفة الكانسر كاملة. هذا بسرعة it will advance and it will extend. فالgrade والstage مهم جدا بالtreatment. ما في شيء اسمه tumor treatment according to stage أو tumor treatment according to grade. الاثنين مع بعض. stage and grade. للبلادر تيومر الجريد تبعتها 1 2 3. في عندنا 1973 في عندنا 2004. احنا نعتمد 2004. 2004 في عندنا 4 جريدز. في عندنا يوريثيليال بابيلوما هي تعتبر بناين. في عندنا بابيلاري يوريثيليال نيوبلازيا اوف لو مالجنت بوتنشال يعني زي كانها بين قوسين ويل ديفرنشيتد. في عندنا لو جريد بابيلاري يوريثيليال كارسينوما اللي هي بين قوسين مودريتلي ديفرنشيتد. في عنا هاي جريد بابيلاري يوريثيليال نيوبليزيا اللي هي بين قوسين بورلي ديفرانشياتد. يوريثيليال هي ترانزيشنال سيل هي اسمها الثاني. يعني يوريثيليال كارسينوما هي ترانزيشنال سيل كارسينوما بس إلها اسم ثاني يعني. طيب شو الستيجينج؟ الستيجينج بتكون تحفظوه أو بتكون تفهموه، مش تكون تحفظوه، بتكون تفهموه. أنا أورجيكو هاي الصورة، أنا بالعادة بحب أحطها، بعرفش إذا مبينه ولا لا. ال N في lymph node positive، N0 فيش lymph node positive، ال M positive في M positive معناه في metastasis، M negative ما فيها metastasis. بضل عنا T هي أزنخ واحدة لأنه بدك تحفظ T1 و T2 و T3 و T4. T البلادر lined by four layers. في عنا ميوكوزا، إحنا بنمشي من جوا لبرا يعني من اليومن to the outside. في عنا ميوكوزا، في عنا سبميوكوزا، وفي عنا مصل، وبعدين في عنا السيروز أو الأدفنتيشيا. الآن TA بتكون واصلة ميوكوزا، بس TA واصلة ميوكوزا مش واصلة سب ميوكوزا. T1 بتكون واصلة سب ميوكوزا. T2 بتكون واصلة المصل. T3 بتكون واصلة الحديد الأدفنتيشيا. T3 طبعاً في A وفي B بس يعني مش كثير مهم إنكم تعرفوا التفاصيل A و B. أهم شيء يعرفوا T3 يعني عدت المصل ووصلت الأدفنتيشيا أو outside the muscle. يعني T4 وصلت للadjacent organs يعني طلعت من البلادر كاملة، وصلت على الـ organs اللي حوالين زي uterus in female أو البروستيت in male. TA ميوكوزا، TA ميوكوزا، T1 سبميوكوزا، T2 muscle، T3 بتكون فاصلة عند الادفنتيشيا او السيروزا، وتي 4 بتكون طالعه برا المثانه اوتسايد ذا بلادر. الان بيضل عندنا مصطلح اللي هو اسمه تي اي اس، راح اخذ شوي وقت عشان اشرح لكم عنه لانه كثير مهم انكم تفهموه سواء بمحاضرتي او بالجراحه، بجوز مر عليكم بالبيسك. تي اي اس او كارسينوما انسايتو. كارسينوما انسايتو هي مصطلح راح تسمعوه كثير بالكانسر. كارسينوما انسايتو يعني لوكالايزد كانسر، يعني مش مخترق العضلات تبعت الأورغان، إنسايتو يعني موجود localized. بالبلادر كارسينوما إنسايتو is not invading the basement membrane تبعت الأورغان. The basement membrane تبعت البلادر هي اللامينة بروبريا يعني قبل المصل. فالكارسينوما إنسايتو هي بتكون not invading اللامينة بروبريا أو the basement membrane تبع الأورغان اللي هو ما قبل المصل. Usually carcinoma in situ لما تسمعها it means very good diagnosis, very good يعني للمريض. لما تجي تحكي له carcinoma in situ معناها يعني هذا localized cancer. إلا بالبلادر. بالبلادر لما نسمع carcinoma in situ this is not good, this is poor prognosis. ليش؟ لأنه it is high grade. يعني هي stage. Carcinoma in situ is a stage. صح؟ stage. بس usually it is high grade. الجريدنج تبعها هاي جريد بور يعني فيري اجريسيف. يعني هاي بتستنى عليها بجوز خلال شهر شهرين راح تطلع برا المثانه. مشان هيك قلت لكم لازم نميز ما بين ستيجنج وجريدنج. فالكارسينوما انسايتو هي از فيري جود اونلي ان ذا بلادر از باد. ليش؟ مش لانها لوكالايزد. هي لوكالايزد كويسه بس بالبلادر لما تسمع انت كارسينوما انسايتو معناها هاي جريد اجريسيف. يعني هذا المرض از فيري اكتيف. يعني إذا بتترك المريض ممكن يصير عنده مصل انفيجن وميتاستاسيز within ديش هكي لكو ويكس مانثس. أوكي؟
طيب احنا فهمنا ال staging والgrading. رح نحكي لكم شوية treatment. مش راح أفوت in detail لأنه مش مطلوب إني أدخل معكم in detail كطلاب رابعة بالtreatment, بس يعني at least you have to know the principles of the treatment. ميزة البلادر كانسر أول إشي في إله ميزتين. ميزة الأولى إنه 70% من البلادر كانسر اللي إحنا منشخصهم هم superficial. superficial يعني not invading المصل. TA, T1, كارسينوما إن سايتو يعني الواصل الميوكوزا أو الصابي ميوكوزا أو لا الكارسينوما إن سايتو يعني مش T2. 70% بكون superficial at time of diagnosis. This is very good. والشغل الثاني إن البلادر كانسر usually it is not an aggressive cancer. يعني الجريدنج تبعهم بالعادة مش very bad. فهي كمان ميزة ثانية البلادر كانسر بالنسبة للمريض. بس شو سيئته؟ It is highly recurrent. بضل يرجع. عالج المريض بضل يرجع. بتعالج المريض بضل يرجع. فالتريتمنت تبعت البلادر كانسر هي to keep the patient under follow-up. احنا بنعمل سيستوسكوبي. بنعمل TURBT. ترانس يوريثرال. نفوت عن طريق اليوريثرا. ريسكشن. TUR. ريسكشن. BT of bladder tumor. نعمل عن طريق اليوريثرا ريسكشن البلادر تيومر. We'll keep the patient under surveillance. احنا بنحكي عن superficial bladder cancer. TA أو T1 أو carcinoma in situ. شو التريتمنت تبعتهم؟ بعد ما نعمل resection بنخلي المريض under surveillance. كل 3 أشهر بجيبه cystoscopy. إذا في tumor بحرقه أو باخذ منه biopsy أو بشيله. بعدين بعد 3 أشهر بخليه زي هيك لمدة 2 سنين. باجي بجيبه كل 3 أشهر بعمله cystoscopy لمدة 2 سنين يعني 8 مرات. طبعا إذا كان free 8 مرات فري يعني كل ما عمله سيستوسكوبي نضيف المثانه. سيستوسكوبي نضيف المثانه 8 مرات ورا بعض يعني 2 سنين بصير كل 6 أشهر لمده 2 سنين. اذا كانوا فري بصير كل سنه. اذا اني تايم صار في بوزيتيف لقيت كانسر برجعه من اول وجديد بصير كل 3 أشهر لمده 2 سنين. فيو هاف تو كيب ذا بيشنت اندر فولو اب. ليش البلادر كانسر از هايلي ريكيرنت؟ لانه الريسكشن بعد الريسكشن بالاندوسكوبي بصير ري امبلانتيشن اوف مايكروسكوبيك سيل. يعني بصير احنا بنعمل الكانسر وبنشيله فبصير ري امبلانتيشن مايكروسكوبيك ري امبلانتيشن بمناطق ثانيه بنزرع مكان ثاني. مشان هيك احنا عشان نقلل الريكرنس في اذر تريتمنت لازم تكونوا عارفينها. في شيء اسمه كيموثيرابي كيماوي انترافيزايكال. انترافيزايكال يعني جوا المثانه بنعطي المريض كيماوي. وفي انترافيزايكال اميونوثيرابي. شو الفرق بيناتهم؟ هاي اخر معلومه كنت تكونوا عارفينها ولازم تكونوا عارفينها. بس قبل ما نروح لها اذا كان المريض عنده مصل انفيزيف بلادر كانسر التريتمنت هي تو ريموف ذا بلادر. بدك تشيل المثانه كامله. يعني هذا شوف الفرق ما بين سوبرفيشال ومصل انفيزيف. مصل انفيزيف يو هاف تو ريموف ذا بلادر كومبليتلي. بتشيل المثانه كامله وبتحط مكانها باول. بصير المريض تحط له ستوما على جنبه بصير يطلع اليورين عن طريق الستوما كيس. تلغي المثانه كامله بتشيلها كامله. راديكال سيستكتومي. اذا سوبرفيشال بس يو ويل كيب ذا بلادر اند يو ويل كيب ذا بيشنت اندر سيرفيلانس. كل 3 أشهر بتجيبه بتشيك عليه. تو ريديوس ذا ريكرنس وي ويل جيف ذا بيشنت انترافيزايكال تريتمنت. انترافيزايكال يعني جوا المثانه بنعطي كيموثيرابي. الكيموثيرابي ات ويل ريديوس ذا ريكرنس لانه بتعطيه اول 6 ساعات يعني بعد الريسكشن مباشره بتعطيه انترافيزايكال كيموثيرابي. وظيفة الكيموثيرابي it will kill the microscopic cell مشان هيك بيقلل الريكرنس بس ما بيقلل البروجريشن. الاميونوثيرابي هو بي سي جي. البي سي جي هو عبارة عن live attenuated vaccine. نفس الفاكسين اللي بنعطاه للتي بي نفسه. وجدوا انه بيشتغل على الاميون سيستم لانه live attenuated. شو يعني live attenuated؟ مش killed. live يعني مضاعف. live attenuated يعني عايش بس مضاعف. killed معناها ميت. live attenuated vaccine فهو it will go inside the bladder بيعمل stimulation للimmune system against the malignant cell ف it will reduce the recurrence and the progression. يعني بيمنع تطور المرض بدل ما كان TA يصير T1. بينما الكيموثيرابي ما بيمنع the progression بس بيمنع the recurrence. الاميونوثيرابي له indication في حالات الكارسينوما in situ في حالات التي 1 وفي حالات الهاي جريد. هاي 3 انديكيشن انا بعطي فيها اميونوثيرابي. اذا كان تي 1
كارسينوما ان سايتو او اذا كان هاي جريد. اما اذا تي اي ولو جريد ما بعطي. بقلل الريكرنس بس، يعني بدل كل 3 اشهر بدل ما يصير عنده المريض ريكرنس ممكن تلاقي كل 6 اشهر او كل سنه او ما يصيرش عنده ريكرنس. الاميونوثيرابي بقلل الريكرنس والبروجريشن، بدل ما يتطور المرض من تي اي يصير تي 1 مثلا. مشان هيك احنا نعطيه بالتي 1 والكارسينوما ان سايتو وبالهاي جريد. شو الكونترا انديكيشن للبي سي جي؟ اذا في بيرفوريشن بالبلادر، اذا اول اسبوعين من العمليه ما بعطي بي سي جي. ليش؟ لانه انا بعمل ريسكشن، فممكن يكون في انجرد بلاد فيزل واعطيه الفاكسين البي سي جي جول مثلا، وبعدين يروح على السيستميك سيركيوليشن يصير عند المريض شو تي بي، صح؟ ما بعطيه اول اسبوعين بعد العمليه. البريجننسي ما بعطيها لانه ممكن يصير عندها تي بي، هي ممكن يصير البيبي عندها تي بي. او اذا كان المريض اميونو كومبرومايزد لانه لايف اتنويتد فاكسين ممكن يصير عنده تي بي، او اذا كان المريض عنده اكتف تي بي. هاي الكونترا انديكيشن للبي سي جي. تمام؟ في حد عنده سؤال او استفسار؟ احنا خلصنا المحاضره الاولى. مش عارف ليش تفضلي. مش عارف ليش في عدد كويس نايمين عندك جيت